اهلا كابتن منتصر، مبروك الانتصار، 3 نقاط اكثر من ثمينه في نهايه مرحله الاياب، والنادي الافريقي كان اداء ونتيجه اليوم بكل صراحه. صحيح، والله عملنا مقابله طيبه، تشوف معناها عرفنا كيفاش نتصرفوا في الماتش، جارينا سورتو لي تون فيبل نتاعنا في الاوقات القوه نتاعنا في لي تون فور كنا باهين، فما اغلاط فرديه صارت اليوم بمفهوم، معناها بحكم الضغط بحكم اليوم ما عندناش حتى خيار الا 3 نقاط، مازلنا ما عملنا شيء، مازالوا زوز مقابلات صعاب باش نمشيو لجرزيس، وبعد عندنا مقابله في تونس مع الشعب، ان شاء الله نحضر المقابله الجايه في ظروف باهيه ان شاء الله. شكرا للكابتن منتصر الوحيشي.